يعطيكم العافية. الله يعافيك. ايه شباب، قبل ما نبدأ بالمحاضرة وندخل بتعقيدات وتفاصيلها، اللي عندكم طلبين بس. الطلب الأول، إذا في حدا نسيان موبايله، قصدي جواله، شغال مو طافي أو فاصله، بتمنى أنه يفصله هلأ. الطلب الثاني، إذا في حدا مو نايم منيح مبارحة وحابب ياخذ له غفوة ويعمل له شيء وصلة تشخير، بتمنى يريحنا من هلأ ويطلع برات المحاضرة. أوكي؟ كأنه الدكتور قصدك لإلك. لا، أنا اليوم عملك استحياضاتي طافل الموبايل من قبل ما أدخل على القاعة، وشربانة ست فنجين قهوة، وشربانة حبة فوار، فمصحصحة على الآخر، عامل استحياضي مشان ما أتقلع برات المحاضرة. وقد أعذر من أنذر. سميحة، انت هون؟ هي مو الفنانة دادو؟ ما بعرف، بجوز واحدة تشبهها. هدوء. باردون دكتور، ما كنت شايفتك، بس سيلفو بلاي، بدي سميحة بموضوع كتير كتير خطير وضروري ومستعجل وما بيتحمل التأجيل، نيفر نيفر، وعم اتصل فيها من الصبح ما عم ترد على موبايلها. صحيح سميحة، ليش موبايلك مسكر؟ شلتكم ارتحتي بس؟ خلصت يا سميحة، يعني هاي أول مرة بتتقلي عمل محاضرة؟ لا، بس أنا اليوم كنت عاملة جهدي إني ما أتقلع، عملت كتير مخططات مشان ضل قاعدة عقلة، والدكتور ما يحط حتى يجيتي أنت فقسيني كل مخططات. سميحة ركزي معي، بدي إياكي بخدمة، أوكي؟ هلا المحاضر بس يخلص محاضرته تاخذيني لعنده فورا. ليه حبيبتي، بدك تغني له؟ هلا أنت خديني لعند دكتور وما عليكي. شرفي. خلص سماح هالمرة، سميحة قصدي، خلص سميحة هالمرة سماح، بس كرمال الأنسة دادو. مرسي مرة تانية، بس سيلفو بلاي دكتور، فينا نرجع لحديثنا؟ قصدك من شأن التعويض؟ اكزاكتلي. حسنا عم الطالب التعويض 80,000 ليرة سوري، بقدر أنا طالب 80,000 دولار؟ لا، أنا رح حصل لك 8 مليون دولار. عنجد دكتور بتقدر؟ طبعا أنا اللي بقدر، وإذا بدك يا أنسة دادو بسجنها كمان. واو بيرفكت، يعني قديش ممكن تحبسها أطول مدة ممكنة؟ يعني إذا بدك إكزاكتلي بدك give me one minute please. إذا قلنا تشهير زائد سب وشتم زائد قدح وذم زائد ادعاء كاذب زائد تزوير أوراق رسمية زائد إحضار شهود زور زائد إزعاج السلطات يساوي بالمينيموم 87 سنة بالتمام والكمال. بس إذا قدمت طلب استرحام وكانت حسنة السيرة والسلوك أثناء تأدية محكوميتها وإجاها عفو، بنخصمهم هدول، ناقص بيبقى عنا 5 سنين. بكفوا؟ واو واندرفول. طبعا واندرفول، معناها نحن متفقين، وأنا من هاللحظة بوكلك بالقضية، بس استاذ شوف الإجراءات المناسبة لحبسها. شو الإجراءات؟ نحن بدنا نأمل شوية قرائن ودلائل إنه الأغنية إلك، يعني بدنا إثباتات. إثباتات؟ إيه إثباتات، ليش مستغربين؟ نحن؟ إيه أنتو، إيش أنا مين إلي غيركن حتى يوقف معي ويدعمني؟ ميدو لا تزعلي حبيبتي، يعني نحن منوقف معك وندعمك، بس مو بهالطريقة. وإذا قلت لكم أنه ما في غير هالطريقة؟ ليكي ميديا، نحن ممكن نساعدك بأي شيء، بس أنه نكذب لا تحلمي بهذا الموضوع، وأنا شخصيا ما ممكن أني أشهد شهادة زور، لأنه الدنيا فيها موت وحياة، صح ولا لا؟ وأكبر دليل على هذا الموضوع هو موتة أسعد أبو الهنا. وأنت ليش مصيرة كتير على كلمة شهادة زور؟ ميديا، لبنى ما قصد الشيء، بس أنا عندي اقتراح، روحي جيبي الكاتب اللي كتب لك كلمات الغنية وخلي هو يشهد، كل الإثباتات موجودة عنده. فكرة حلوة، سميحة معها حق. يا الله ما بقدر، فهموا علي، ما بقدر. ليش؟ انت بالذات لا تتدخلي، لأنه أنا هلأ عرفتك على حقيقتك، لأنه الصديق الحقيقي بنعرف وقت الأزمات، وانت بحياتك ما كنتي
ريل فريند. شو ما بدك تقولي قولي، أنا كذب ما بكذب وشهادة زور ما بشهد. أنا كنت عارفان أنكم رح تخسروني القضية، وأنا حاطة سمعتي ومستقبلي الفني ونجوميتي بين إيديكم. ليش؟ بس بدي أفهم ليش. ميدو حبيبتي أنت لا تزعلي، أنا بشهد معك، بس ما بغني كلمات الغنية، بقول إني سمعتك عم تغنيها بالحمام. شو رأيك؟ وبشهد إنك أنت كاتبتيها كمان. ميديا وأنا كمان بشهد معك، بس افتح افتح التلفزيون أول. شوفي عم يحكوا عن غنية ميديا بالتلفزيون. أعزائي المشاهدين، نأسف لقطع البث حيث التقطت عدسة الكاميرا الكاتب الحقيقي لأغنية الفيسبوك. ومن مكان الحدث إليكم التقرير التالي. يا بنات ديروا بالكم من الشباب والسيارات، ها تعبان زهقان وناوي تفت، ويلا لاقيني على الفيسبوك. بوك 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 شو شوك شوك بوك 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 شوك 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 بوك 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 شوك. أعزائي المشاهدين في كل مكان، وهكذا انجلت الحقيقة وانشطف الشك وتبين أن أغنية الفيسبوك هي لهذا المجنون الذي كان معكم أكثر من 3 سنوات خلف أسوار الجامعة وفي ساحاتها وبين أشجارها يدندن هذه الأغنية فيس فيسبوك شوك شوك شوك. كان معكم محمود زملكا، قناة أخبار الفن، الجامعة.